تحتفل عاصمة الشرق مدينة وجدة بالمهرجان الدولي للراي في دورته 12، وتتميز هذه الدورة على انفتاح أغنية الراي على باقي الألوان الموسيقية عبر العالم. كما يحتفل المهرجان باتفاقية توأمة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، ووجدة عاصمة الثقافة العربية لعام 2018. عشر عازفا وعشرة فنانين مغاربة اجتمعوا ضمن ألوان موسيقية مغربية متنوعة فوق خشبة مسرح محمد السادس بمدينة وجدة في ملحمة موسيقية تحت عنوان ألوان مغربية بالجهة الشرقية. بما ان هذه السنه وجده هي عاصمه الثقافه العربيه، انا قررت باش في عوض ما نتكلموا عن الثقافه العربيه او الالوان العربيه غادي نتكلموا عن الالوان المغربيه. اذا انا اقترحت عليهم باش يكونوا واحد المجموعه ديال الفنانه مغاربه اللي هما كلهم غادي يعطيو الوان مغربيه وغادي نعطيو حتى واحد اللون شرقي. لوحة فنية جمعت بين الأغنية العربية والراي والموسيقى الحديثة والأغنية الحسانية والأمازيغية ورقصات فولكلورية محلية شعبية تعرف باسم الرقادة. لوحة كتشمل المغرب كامل بزيو بتقاليد وبقناوة بأي شكل. والراي يعني شبه بالضبط شبه الراي الجزائري، دونك حنا عندنا واحد لو ستيل وهما عندهم ستيل، مي ساغيست لو ميم تقريبا. الفن الأمازيغي معروف محبوب الحمد لله عند الجمهور الكريم بلونه بالألحان ديالو بالآلات وباللبس، يعني فيه واحد البصمه اللي كتبين بان هذا الفن بان هو امازيغي اصيل الحمد لله، والناس كلهم كيفرحوا به. تزامنا مع توقيع اتفاقية التوأمة، فالقدس كانت حاضرة في افتتاح المهرجان الدولي للراي بصوت مغربي. كانت توأمة ما بين مدينة القدس ومدينة وجدة، وهذا شرف كبير بالنسبة لمدينة وجدة، لأن القدس راه في قلب كاع جميع المغاربة وجميع العرب بصفة عامة وجميع المسلمين. إنما هنا في وجدة كاين واحد الطابع خاص فعلا للقدس في قلوب الوجداء تنقولوا، ومع هذا الإمضاء اللي كان اليوم تيزيد واحد الشحنة باش يكونوا هذه اللقاءات، وغادي يكونوا لقاءات أكاديميك في شهر سبتمبر المقبل، غادي يمشيو من جامعة محمد الأول غادي يمشيو يزوروا القدس، والعكس كذلك غادي يكون في المستقبل القريب، وهذه العلاقات غادي يزيدوا ويركزوا هذه المحبة نتاع القدس والمحبة نتاع الشعب الفلسطيني في قلوب المغاربة. ويسعى المنظمون إلى إدراج فن الراي ضمن لائحة التراث الثقافي الوطني والتراث الثقافي اللامادي لليونسكو لما له من بعد ثقافي وحضاري دولي. إكرام الأزرق، قناة الغد، من مدينة وجدة شرق المغرب.